شنو داروا مع نيسا وي كامي اجلات الجلسة حتى النهار 19 شهر 10 الله يدير لي فيها الخير. سلام سلام اختي سارة مرحبا مرحبا بك اختي سارة مرحبا والف مرحبا مرحبا بك تخوت غير هذا نزار صغير وياه نزار الصغير نزار الكتكوت نزار الكيوت ناري كتهربوا ليا والله حتى كتهربوا ليا الله يدير لي فيها الخير صح ان شاء الله غادي يكون غير بخير صفا لاباس كيبقى الحليمة ما عرفتش فين كتبقى شكون الحليمة ماشي الوالدة ها أم ديال مروة اللي دارت العملية مستحيل يمشي لحق الطريق يوم مروان صفا لاباس عليك كلشي مزيان اللهم لك الحمد حطوا عليك اخويا حطوا عليك الكاميرا كان يتسمع صوتي زعما ماشي مشكل حطوا عليك هذا الصوري ويا سمعتي تقول نبي في نظر انت عادي زعما تسال بانهم حطوا عليا عاديه انورمال عرفتي مزيان اللي دار الصاد علاش حيت ايماجيني صوت شكون تضرب صوت شكون تغد لي بلا ما دير حتى شي مخالفه فهمني خويا ناجي كنتشكى المراني مرحبا بكم الله يبارك السلام عليكم مرحبا السلام عليكم يلا الاخوان حاولوا شكون تسوا بارطاج يلا عمراني شحيات الجراش يلا الدراري يلا الاخوان ما دخلت لك البارح في مول الطوموبيل بروفيني هادشي كامل على كل الاسئله لا اختي كامل الطوموبيل هذا دوك الدريات اللي شفتي معاهم شي حاجه انا مني كاينش يتكلم قرار الاخت ديالك قرار امروان الامراني انا من امي ديالك من امي ديالك في الانستغرام سيتين لا حاجه اخويا عرفت بوقيده شوف غير ما عقلتش مزيان المهم قلت لي الابوني بعدا قلت لك ابوني شنو ترد لي الابوني بعدا في هذا الكونت هذا كيف السنة؟ كارميلا لا البارح قلت لك هضره ماشي تالي البارح كيف تقولوا شي هضره ماشي تالي حيت لكم بلوك حيت لكم ستيلو لان يعني صديقه ديالي طلع في اللايف يعني ما بغى حتى شي واحد يعيرها يعني كيف ما كنبغي انا راسي كيف ما كنبغي الناس اللي اعتزين عليا ماشي انا حقا ما تعيرونيش تعيروا الناس اللي طالعين معايا في اللايف يعني هذا راه بان كتسمى الانانيه وانما يعني طلع شي واحد احترموه هادشي اللي كاين من واش والو كاميليا على حساب ما فهمتش من واش والو ولكن في نفس الوقت راكم عارفين الاخوان كاين شي ضيف اللي ممكن يتقلق في تارمو فضلا ولا حتى انت كاميليا تكوني طالعه انا في اللايف الا بغى الا قال شي واحد كنت كنجاوب اخويا علاش ما كنجاوبش كنجاوب اي واحد سيف جوب علاش ما كتجاوبوش انا ما جاوبش نبيل كنجاوبكم انا الاخوان راه حنا مشينا يا ما جاوبوش راه كنجاوب صاحبنا حسام بوطاهر هو اللي كان عنده جول كنت وانا حسام بوطاهر داك الدري اختي هذاك الدري ماشي دري كيغني في ليك كيغني الدري راه عنده خدمته عنده الحياه ديالو ما يمكنش هو يقام طول وقت لينا فهمتيني نبيل جوب بروفيسيونيل قال لك انا كنسولك وما كتجاوبش واخا انا كنسولك كنزورك اخويا الداتش مرحبا بك نبيل انا راه جاوبت دابا هما المشكل اللي كيوقع دابا راه انا كنجاوب وراسمع الجواب ولكن الا خصو نسمعو من عندك والسلام انني راه قال لكم مروان راه بحال قال لكم نبيل ليسونسيال راه الميساج وصل امين امين الله يدير لي فرحة كنظن بان يعني كل شيء باين كل شيء مفهوم يعني حتى شي حاجه ما كتخبى كاين ولا ما كاينش
شتي شي حاجه ممكن تخطو احلى تا شي حاجه ممكن تخطو نجاوبك على السؤال البروفيسيونيل علاش لا مرحبا سؤال واحد بروفيسيونيل داتش رادين بروفيسيونيل جاوبناك اخويا قلتي لينا انت عاود ترجع معاك سكوش انا بي الله يحفظك ارجع الاسئله ديالو هادشي ارجع للكيستيون ديالو ونشوف واش فينك ما كاينش حتى كاع فوق ما كاينش كاع ما كاينش حتى كاع كنت تقول لنا ماشي تجاوبو الله يجازيك بخير ما تشوش علينا غير كتب الكومونتير ديالو وحنا غنجاوبو عليه اللي كيبان ليا نزار ونادا غيخرجوا ان شاء الله الغاليه من فم البارح كنت في الرباط انا دابا باقي في الرباط ماشي البارح دابا باقي في الرباط وغادي نبقى في الرباط غدا وبعد غدا وبعد غدا وبعد غدا وبعد بعد بعد غدا تحياتي لي ويا فراش المغربي انا ديما في الرباط علاش لان خويا كاين في الحبس خاصني نحضر الجلسات ديالو يعني ملي غادي يسالوا الجلسات راه غادي نرجع بحال هادشي الاكاديمي علاش ما جيتيش تسلمتي فراش اسمح لي نبيل علاش ما جيتيش تسلمتي على خويا نبيل يلا تقلب على شفتك في الباب الحد واش شفتيني في الباب الحد وما جيتيش تسلمتي عليه قلتي السلام وي غير ديال كتقول عليا على السؤال اين السؤال وانت ما بغيتيش تكتب السؤال شو شحال كتبتي ديال الهضره والسؤال ما قدرتيش تعاودو عاود السؤال عوض تكلف على راسك واش كتب ما كتجاوبوش علاش ما كتجاوبوش كتب السؤال ديالي باش نقدر نجاوب خويا ما كنتش متاكد ماشي مشكل هاني مرحبا انا ما كنتش متاكد وحده معاك البارح في الرباط كان زحام صحيحتو مزيانه احلى ورده صحيحت خويا نزار عاجب بحال الوحش مرحبا الفراشه مرحبا في اي وقت البارح كان زحام البارح بعد كان شي مهرجان البارح وقيله كان زحام وكانوا كناوا وكانوا بزاف يعني انا تفرجت تما تصورت شويه يعني صورت يعني ستوريات شفتهم في انستغرام شافوا اللي كاين وانا نرجع للقهوه تلاقيت مع الاستاذ شي مشكل واخويا راه ما قريناش السؤال واش حمق لي سكوش انا بي الله حفظك يا سطاني وعاود كتب السؤال شو شحال كتبتي انت شوف كتبتي مرحبا كتبتي شوف كتبتي كنكتب لك السؤال وما كتجاوبش كتبتي ماشي مشكل كتبتي كنشوف السؤال ديالك وانا ما شفتوش دابا السؤال باقي ما شفتوش باقي انت دابا حاليا ما كتشوفوش باقي ما قريناش السؤال باقي السؤال ديالك ما شفناش كاع والله ما شفناه مره حسبتي ما صح جيب لينا السؤال وما نبقاش انا تعطي دابا غنجاوبك ديك شو محمد الصبار ان شاء الله نزار ان شاء الله غادي يخرج نزار انا جاوبته كلشي جاب السؤال الا حنا انا ونبيل خويا ما شكوني ولا نتقلق عليك درتي عليك مرحبا مرحبا خويا محمد تلقى عندنا هذا محمد لا بالعكس كل واحد كيهضر اللي كنهضر انا كيسكت هو ملي كيهضر هو كنسكت انا ماما حبيبي